فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لقناتنا، قناة منح من كل ألوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر. كمان ده الويب سايت الخاص بينا، ياريت تتصفحوه هتلاقوا عليه منح وفرص كتيرة جدا. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة بتاعت النهاردة منحة مميزة جدا، وده لأن المنحة دي التنافس عليها قليل، ومنحة ممتازة جدا يعني بتقبل طلاب كتير جدا وخاصة من الطلاب العرب. المنحة دي هي منحة ممولة في دولة تركيا، تمام؟ يبقى المنحة دي هتكون في دولة تركيا. الجهة المانحة أو الجامعة اللي بتقدم المنحة دي هي سايبرس يونيفرسيتي اللي هي جامعة قبرص، تمام؟ بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. المنحة دي يا جماعة متاحة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تمام؟ يبقى لو انت عايز تدرس بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه متاح ليك التقديم عليها. لو انت في اخر سنة من الثانوية العامة بتقدر تقدم، لو انت في اخر سنة من البكالوريوس او الماجستير برضو بتقدر تقدم، مفيش مشكلة خالص، تمام؟ طيب بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي، المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة حيث يتم تمويل الطالب من 80 إلى 100% من الرسوم الدراسية، تمام؟ يبقى أنت هتاخد منحة للرسوم الدراسية من 80 ل 100%، ومعظم الطلاب بياخدوا 100% من الرسوم الدراسية، مش بيدفعوا أي رسوم دراسية خالص. طيب هتقول لي بالنسبة لتكاليف المعيشة والسكن والحاجات دي كلها، تركيا من الدول منخفضة المعيشة، المعيشة فيها مش غالية زي الدول الأوروبية الأخرى، تمام؟ عشان كده يعني مصاريف قليلة جدا بتقدر تغطي لك تكاليف المعيشة، بالإضافة كمان انك بتقدر تعمل بجانب الدراسة وتدخر اموال اضافية عشان تكاليف المعيشة لو انت حابب، تمام؟ يبقى دي كلها مميزات عديدة في المنحة دي. وطبعا المنحة مميزة جدا لان مفيش تنافس عليها، مفيش حد كتير يعرف عنها، فبالتالي لما تقدم ليها ان شاء الله بتكون نسبة قبولك كبيرة بإذن الله. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعة متاحة، زي تخصصات علمية وأدبية، عندك تخصصات علوم كمبيوتر حقوق تجارة تربية وغيره الكثير من التخصصات، وعندك تمريض، فتخصصات كتيرة جدا. ولما بتيجي تقدم على المنحة بتلاقي قائمة التخصصات بتطلع لك، تقدر تختار التخصص المناسب ليك. بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، عندنا أوراق بسيطة مش معقدة. مطلوب من حضرتك صورة جواز السفر بتاعك يكون موجود أثناء التقديم. مطلوب كشف الدرجات او شهادة التخرج، لان زي ما انا قلت لو انت في اخر سنة ثانوية عامة او بكالوريوس او ماجستير وعايز تقدم لدرجة علمية اعلى بتقدر تجيب شهادة يعني السنة اللي قبلها او كشف درجات السنة اللي قبلها. لو انت بالفعل اتخرجت خلاص بترفق شهادة التخرج مع كشف الدرجات، تمام كده؟ طيب كمان مطلوب سيرة ذاتية، السي في بتاعك لازم ترفقه. وهنا عندنا 2 خطابات توصية على حسب الدرجة الدراسية اللي انت هتقدم عليها، ساعات بيطلب منك وساعات لا، تمام؟ على حسب الدرجة الدراسية. بالنسبة للسيرة الذاتية فهي برضو مطلوبة، الافضل تحطها. بالنسبة هنا عندنا ملاحظات، ان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، هي متاحة لجميع الاعمار، سواء سنك صغير سنك كبير بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. كمان في المنحة دي شهادة اللغة الانجليزية ليست الزامية، مش مطلوبة شهادة اللغة الانجليزية بشكل الزامي، هم حاطينها من ضمن الاوراق، لو عندك شهادة لغة بترفقها، ما عندكش خلاص بتسيب الجزء بتاع شهادة اللغة فارغ، تمام؟ طيب بالنسبة لكيفية التقديم في المنحة دي، التقديم بيتم بشكل اونلاين من غير اي رسوم ابليكيشن للتقديم، والخطوات بتاعت التقديم هنشرحها بعد شوية. بالنسبة لاخر معاد للتقديم في المنحة دي، التقديم متاح طوال العام وبيتم تقييم طلبك قبل موعد بدء الدراسة اللي بتنوي التقديم عليه. يعني يعني على سبيل المثال انا حابب دلوقتي ادرس مثلا في شهر سبتمبر القادم اللي هو فصل سبتمبر اللي هو فصل الخريف، تمام؟ خريف 2021 اللي هو شهر سبتمبر حابب ابدأ الدراسة فيه. طيب انت بتقدر تقدم طلبك من دلوقتي وبيتم تقييم طلبك قبل موعد الفصل الدراسي ده، تمام كده؟ لو واحد عايز يقدم لي مثلا مارس 2022 او سبتمبر 2022 بينتظر لحد لما التقديم بيفتح لهذا الفصل الدراسي. والتقديم حاليا متاح للدراسة في شهر سبتمبر 2021،
تمام كده. طيب هنا عندنا ملاحظات ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول في دوله الصين، كمان بنوفر خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزه، يعني لو حابب تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، كمان خدمه تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم لاي فرصه ومنحه انت عايزه تقدم ليها بنفسك، وكمان خدمه التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك وحظوظك في القبول في المنح والفرص. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا هنا تمام، وكمان بتلاقي رابط خدماتنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب خلينا نروح نشوف دلوقتي رابط التقديم لدرجه البكالوريوس. هتيجي تضغط على الجزء ده هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم لدرجه البكالوريوس، هتلاقي كل التفاصيل ايضا موجودة على موقع الجامعة بالتخصصات بكل شيء. هنا هيفتح معانا الابليكيشن الخاص بدرجة البكالوريوس، لان كل درجة ليها ابليكيشن لوحدها، البكالوريوس لوحده والماجستير والدكتوراه برضو لوحده. طيب هنا بيقولك ان التقديم ده على اساس الدراسة في سبتمبر 2021 زي ما انا قلت. في الجزء ده هنا يعني بتختار انت لقيت يعني المنحة دي ازاي او تعرفت على موقع الجامعة ازاي، بتختار بقى مثلا السوشيال ميديا، من طالب مقبول في الجامعة، بتحط بقى انت ازاي عرفت الجامعة دي. هنا بتحط اسمك، اسم العائلة، بتحط الجندر بتاعك، بتحط تاريخ ميلادك. هنا الفاميلي ديتيلز، بتحط اسم الاب، وظيفة الاب تمام، ويعني دخل الاب بيكون كام، والام ووظيفتها تمام، وبتحط ايميل ليك تمام. الايميل ده عشان يستخدموه في التواصل معاك لما مثلا يجوا يبعتوا لك القبول في المنحه او يبعتوا لك قرار المنحه، ورقم الهاتف ايضا. هنا ده الكونتاكت ديتيلز اللي هي الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، والعنوان والزيب كود، بتحط كل التفاصيل دي هنا. طيب هنا عندنا الناشوناليتي، تحط جنسيتك والدوله اللي انت اتولدت فيها، وهنا بتحط بيانات جواز السفر بتاعك، الباسبورت نمبر بتاعك، والباسبورت ده طلع من اي دوله، يعني اتعمل امتى وبينتهي امتى. وهنا بتختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، تختار عايز تدرس باللغه الانجليزيه ولا اللغه التركيه. طبعا معظم الناس ما بتعرفش اللغه التركيه، بتختار اللغه الانجليزيه وتختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه تمام. طيب وهنا بقى دي معلوماتك التعليميه السابقه، مثلا المدرسه اللي انت بتدرس فيها حاليا او اللي انت خلصت منها، تكتب اسمها، اتخرجت امتى، او التاريخ المتوقع للتخرج، وتحط درجتك اللي انت اتخرجت بيها. هنا بتحط بقى كشف الدرجات، تحط صوره شخصيه ليك، لو عندك اي شهادات اضافيه، كورسات او تطوعات او غيره بتحطها، بتحط شهاده اللغه لو عندك شهاده لغه بتحطها. طبعا يا جماعه اي سيكشن موجود عليه علامه النجمه الحمراء دي يبقى الزامي، لو مش موجود النجمه الحمراء دي عليه يبقى مش الزامي، ممكن تملى الابلكيشن بدون. تحط رقم تحط صوره جواز سفر مطلوبه بشكل الزامي تمام كده. وبعد كده بتعمل سبميت للفورم وبتقدم للمنحه بنجاح. طيب نفس الشيء برضو للناس اللي هتقدم على الماجستير والدكتوراه، بتضغط على الابليكيشن الخاص بالماجستير والدكتوراه وبيفتح معاك، بتلاقيه بنفس الشكل تمام، بتلاقيه بنفس الشكل ده. يعني انت لما تضغط هنا على رابط الماجستير والدكتوراه هيفتح معاك بنفس هذا الشكل، نفسه بالظبط. هتحط بقى طبعا سمعت على المنحه منين، معلوماتك الشخصيه، تحط الجنسيه بتاعتك، تحط رقم جواز السفر بتاعك، تختار التخصص، تحط الاوراق المطلوبه منك، وتعمل برضو سبميت الفورم، هو مفيش اي اختلاف خالص تمام كده. يبقى كده شرحنا كل تفاصيل المنحه بنجاح، وضحنا كل شيء، وضحنا المنحه دي يعني فيها تمويل من 80% ل 100% من الرسوم الدراسيه، فيها تخصصات عديده، فياريت تقدموا فيها لان نسبه قبولها ان شاء الله كبيره، مفيش عليها تنافس، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.